وللحديث ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الحفيظ النهاري. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير والشعب اليمني بخير والوحدة اليمنية بخير إن شاء الله بإذن الله تعالى. 30 عاما على تحقيق هذا الإنجاز والمكسب الذي لا يعدو يمنيا فقط، ماذا تقول في هذا اليوم؟ نقول في هذا اليوم أن ما يحدث اليوم على الساحة اليمنية إنما سببه التهاون والتفريط بقيمة وأهمية الوحدة اليمنية، الوحدة التي حملت معها منعة واستقلال وحرية اليمن، وحملت معها شخصيته الاعتبارية الدولية والإقليمية. ولعل الفئات والتيارات التي حاولت أن تجعل مصالحها الحزبية والفئوية والمناطقية فوق المصلحة الوطنية مسؤولة عن التفريط بهذه الوحدة وعن التهاون بشأنها والتفريط بالمصلحة العليا للوطن. إذن الوحدة أولا وأخيرا هي ملاذ الشعب اليمني، بل هي مصيره وقدره، كما تدل على ذلك سلسلة النضال الوطني والحوار الوطني الطويل من أجل استعادة هذه الوحدة المباركة طبقا للهدف الخامس للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. وكما رأينا في التقرير فإن هذه الوحدة قد احتاجت إلى أكثر من 50 قمة رئاسية بين الشطرين لكي تستكمل مشروعها وتستكمل رؤاها وتذلل الصعوبات أمامها. الوحدة الوطنية هي التي هي العتبة الرئيسية للحداثة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لليمن. الوحدة اليمنية هي بوابتنا إلى السلام وإلى بناء التنمية وإلى استجماع القوات والقدرات الوطنية من أجل النهوض بالمستقبل. ليس هناك أي مؤشرات في العالم، في كل العالم وفي كل شعوب العالم، على أن التشرذم والتمزق يخلق معه سلاما أو منعة أو قوة. نعم. دائما الوحدة هي اللبنة الأولى لبناء الدول القوية ولبناء الحضارات ولاستعادة مجد الشعوب، وهذا ما يجب أن يكون معلوما وأن نراهن عليه، لأن الصراع القائم اليوم يجب أن نحيل هذا الصراع من المصالح الفئوية والجهوية والمناطقية التي أدت إليه، ونرد الاعتبار للمصلحة الوطنية العليا التي لا يمكن أن تمثلها إلا الوحدة، الوحدة بدولتها المركزية والوحدة بإرادتها الواحدة والوحدة بمنظومتها التي ضمنت لها الاستمرار، منظومة الديمقراطية والحريات والتعددية والمرجعية الشعبية، المشاركة الشعبية، تداول السلمي للسلطة. كل هذه القيم التي جاءت مع بروز مع دولة الوحدة في 22 مايو 1990 هي القيم الكفيلة للحفاظ على هذه الوحدة وتحقيق العدالة في توزيع الثروة وفي توزيع السلطة وفي توزيع القرار السياسي وفي المشاركة الشعبية المتكافئة. هذه الوحدة التي استندت على عقد اجتماعي جديد يضمن المساواة للجميع، يضمن للجميع المواطنة المتساوية والمساواة في الحقوق والواجبات، وهذا هو الضامن الأكبر للعدالة الاجتماعية. نعم. والاستمرار الوحدة والاستمرار هذا المشروع النهضوي الذي يمكن أن يحقق نستعيد به الآن استقلال واستقرار اليمن بعد أن كاد اليوم الاستقلال والاستقرار أن ينفرط من أيدينا، وكاد اليمن أن ينزلق إلى عهد ما قبل الوحدة وما قبل الجمهورية لا سمح الله. نعم، الدكتور عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، شكرا جزيلا لك.